سبتني يا علي؟ حرام عليك، كنتوا عايزين مني ايه؟ انا ما صدقت هربت منكم. عايز تقتلني؟ حصل ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني انا كل اللي عايزه اعيش مع ابني من غير شركوا. شر مين؟ ابنك. انت خلفت انت وراشد. راشد وفتون فين يا عسلية؟ انت هتبسل يا علي، ما انت عارف ان انا اتفشت منه بعد ما قتل الحسن. وبعدين انت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ انا ما اعرفش اي حاجة عنكم. من يوم ما دخلت السجن لا اعرف عنك حاجة، ولا فتون ولا راشد. هما فين يا عسلية؟ فين؟ امال انت جيت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ بعتوك ليه يا علي؟ عشان تقتلني؟ مش هما. امال مين؟ مين يا علي اللي بعتك هنا؟ انت بقيت قتال قتلة؟ ما ترد. جيت هنا عايز اقتل واحدة اسمها داليا. مين داليا دي يا عسلية؟ مين ده اللي عايز يقتل داليا؟ أنا. أنت بقيت قتال قتلة؟ عادي كده؟ مين اللي بعتك تقتلها؟ بس دي أختك. أيوة بقيت قتال قتلة. بعتني واحد اسمه سامع. فتون راشد فين يا عسلية؟ مراتي فين؟ عسلية مراتي فين؟ فتون فين يا عسلية؟ راشد وفتون فين يا عسلية؟ بطايقهم. مين عادل ده؟ ما هو راشد مسمي نفسه عادل. علي لو سمحت قول لهم بقى يبعد عن حياتي، ولو عايزين اي فلوس مليون اتنين عشرة أنا هديهم، يبعدوا عني.